شربت من النيل فرجعت إليكم مرة أو مرات، وأعتقد هذه هي خامسة مرة رجعت إليكم وزرت مصر البلد العظيم العزيز علي. وقبل كل شيء اسمحوا لي أن أعبر عن جزيل شكرنا نحن المشاركين الصينيين لهذا الملتقى، فنحن من الجامعات الصينية المختلفة، جامعة بكين، جامعة الدراسات الأجنبية ببكين، وجامعة الاقتصاد والتجارة الدولية ببكين. ومن المفروض أن يحضر معنا بعض الأساتذة والدكاترة من الجامعات الصينية الأخرى، لكن أسباب مفاجئة لم يحضر بعضنا، وأعتقد وعرفت أن معظمهم قد شربوا من النيل فيحبون أن يعود إليكم مرة أو مرات. وحقيقة لاحظنا أن العلاقات الصينية المصرية في السنوات الأخيرة في النمو وتطور سريع. هنا أعطيكم مثال، سأل سفير صيني سونغايكو بترقيته من الإدارة العامة إلى درجة نائب وزير، هذا دل على أن الاهتمام الصين بالعلاقات الصينية المصرية، ودائما تكون هذه العلاقات الخاصة مميزة من بين الصين والدول العربية. فيمكن نقول هذه العلاقة أو هذه العلاقات دائما تكون في المرتبة الأولى. وأعتقد صديقنا سعد السفير الأسبق يعني المصري الأسبق الدكتور محمد نعمان جلال هو كالدليل والشاهد لهذه العلاقات المميزة. ونحن سعداء جدا بحضور إلى بلدنا العظيم، نعني مسقط رأسنا العظيم لحضور هذا الملتقى